9 توقيت القاهرة 7 توقيت غرينتش، أهلا بكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، نستهلها بالعناوين. كلف رئيس الوزراء بعرض نموذج تطبيق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد الأسبوع المقبل، مشددا على الانتهاء من باقي المحافظات خلال 6 أشهر. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق المنظومة، حيث أوضح اللواء عاطف عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من ميكنة المديريات والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية، وأنه جار الانتهاء من تسجيل الحيازات الزراعية واستكمال إصدار كارت الفلاح وسرعة تسليمها للمزارعين، مشيرا إلى أن تشغيل تجريبي للمنظومة في محافظتي الغربية وبورسعيد جاء للتعامل مع أي مشكلات قد تطرأ. على جانب آخر إلى اللقاء. التقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس ياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة، يرافقه ممثل إحدى كبريات الشركات الألمانية لتصنيع جيلاتين على مستوى العالم لبحث إقامة أكبر مصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائية بالشرق الأوسط. وقد استعرضت محرز خلال لقاء الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة على مدار عامين لإنشاء قواعد بيانات الثروة الحيوانية وعمليات الترقيم والتسجيل الحيوانات والتي بلغت 4.4 مليون رأس ماشية على مدار عامي 2017-2018.